ماضية على رواية واضحة وعقب تم تعذيبه وقتله وتصفيته بطريقة بشعة. هذه الرواية الموريتانيين كاملين وقفوا ضدها من جهة حقيقة إنسانية ومن جهة خطورة الإفلق. هذه الإفلق رواية متينة ورواية ما صور حد عن مكان وظيفة الشرطة عنه بيتخل كبير من نوع من الانتهاكات وباسم الحضور كاملين وباسم إيران بلجيك أرانا ندين بهذه الرواية ومطالبين بالعدالة الحقيقية فيها. هذه الرواية متينة وهذه الرواية أولا رئيس والقزواني ومدير أمنه ووزير داخليته هم اللي يتحملوا مسؤولية هذا اللي خلق وهذا اللي وقع عندهم المفوضية. لانه ما معقول عن مفوضية يجي احد وتقتله وتكتب عنه هذا رجاس عنه مات سكتة قلبية. والشرطة الوطنية تنشر بيان تقول عن هذا الشخص عنه توفى سكتة قلبية وتقلب للشعب الموريتاني وتخالطه ويعود مدير الامن وزير الداخلية ما هو عالم بها. موريتاني ما ينحكم في احد سالك تليفون وما صار عنه ما جابوه وصفوه وقالوا عن هذا إيجاز هو قزواني وعنه إيجاز مسكارو وعنه إيجاز وزير الداخلية. كيف يقبل مواطن ويقتل ويقعد ما يتحمل المسؤولية لما ما هو صالح لما يصح وما يقدر يعوده لين يخلق إنكليسان فراشي يقوم يوصفوه ويوصفوا قبيلته ويوصفوا له ويقولوا عنه مجرم ويديروا صوره على الإنترنت واخذوا فرجوات لا قسمه وحدين وعقدك لين يعود لقاز مقتول ما يقدروا واخذوا الناس الكاتبينه ولا هاموا عن وزير الداخليه يسال عنه ولا هاموا عن مدير الامن يسال عن القضيه. وهذه القضيه نحن رافضينها والشرطه الموريتانيه يلا تعتبر عن للشعب الموريتاني عند البيان اللي كتبت لان ما معقول عن اي حد يقدر يثق البيان صادر عن المؤسسه. الشرطه الموريتانيه تمثل الشعب ومولى بأموال الشعب وأفراده يخصوا بأموال الشعب وكلامه يمثل الشعب. معناه أنا ما تقدر تكذب وتقول على رجاج يقتل ولا ينعرف شو كتبوا البيان منه ولا ينعرف الناس المسؤولين عن هذه الرواية فيها اللي رواية خطيرة ولا بد يقدمون المحاكمة ولا بد الطبيب اللي كتب التشريح واللي أعطى عن صوفي يرحمه عنه ميت سكتة قلبية لا الطبيب لا بد إيجاب ولا بد ذكر الأطباء يتبرعوا من الطبيب لأن هذا الطبيب مشارك في الجريمة. هذه جريمة تصفية وهذه الجريمة خطيرة جدا وهذا نحن رافضينه وواقفين ضده ومعزلين أسرة الشهيد ومعزلين الشعب الموريتاني ونسأل الله إن شاء الله عنه يتقبله مع صديقين وصالحين ونحن نريد العدالة لهذا الإنسان ولكل الموريتانيين ونريد المسؤولين والقزواني اللي هو نواب رئيس وزير الداخلية اللي هو نواب رئيس ما نسموه نحن ما نسموه فين حد هذا صار شرائح على أساس قبلي يقرر القزواني يخلص 7 ملايين من فوق الشعب الموريتاني 7 ملايين يقبلها إياك بتحمل مسؤوليته يقبلها إياك لين يعدل واحد من وزرائه والله من مسؤوليه مخالفه ويداك القانون يا الله يوقفوا عند حد ويطبق فيه القانون يسوى لعاد خوه ويسوى لعاد صاحبه. ولذلك نحن ما عندنا مشكلة مع قزواني شخصية ولا عندنا مشكلة شخصية مع مسكارو ولا عندنا مشكلة شخصية مع وزير الداخلية ولا مع أي حد آخر. نحن عندنا مشكلة مع غياب العدالة وعندنا مشكلة مع ظلم الموريتان وعندنا مشكلة مع القهر اللي يخلق الموريتان وهذا اللي يخلق الصوفي هو تدريج لذلك كان يخلق من انتهاكات حقوق الإنسان به المناضلين وعذبوا وانحرسوا وخطفوا والقرى هنا اقتطوا والطلاب اقتطوا والمعلمين اقتطوا وانتهاكات حقوق الانسان مستمره موريتان وجاء قانون الرموز وعقد الامور وصار ما يجد حد يعبر عن رايه ولا يقول اي كلمه فنحبس وهذا مرفوض نحن رافضينه وشاكرينكم كاملين على هذا المشي ونجي بكثره وهذا هو اللي يوحدنا وموريتان خسرها لا نظام قزواني واصحابه من مخسرينه ومخسرين الوحده الوطنيه هو ما يدروه لان يعني كل يوم اربعه يوقفوا ضد الوحده.
الوطنية وعين الناس في بشريحة واحدة، وكل نهار يعدلوا مسابقات الكتاب ولا يدروا ولا ينعتوا فيهم الوحدة الوطنية ولا يتفدوه، وعندما يكتتبوا الضباط الجيش ما يتفدوا الوحدة الوطنية، ولين يقلل اكتتاب القضاة ما يتفدوا الوحدة الوطنية، ولين تلاقوا عين الوزراء ما يتفدوا الوحدة الوطنية، ولين تلاقوا يقسموا التراب ما يتفدوا الوحدة الوطنية، يتفدوا الوحدة الوطنية لين يعودوا لين يعودوا هما والمين ولين يعودوا هما عارفين عنهم. هامهم لا يتحايلوا للشعب الموريتاني، الشعب الموريتاني لا ينظر وحده ضد هاي النظام وضد هاي الممارسات واللي خطيرة، واللي الحمد لله ما صارت نتيجة كارثية، لأن هذا القدوة عليه شخص ينقبض ونعدم ويشرط عليه ومرته ما ينحس فيها، وهذا للأسف لا نفس قضية العسكري اللي قضية ما كانت الحقيقة هو القضية، ورانا واقفين واقفة واحدة. ميرسي بوكو.